كابتن سيد، كان طبيعي متوقع ان فريق الترجي التونسي يضغط ويبدا المباراه مغلوب على ملعبه، طبيعي انه يضغط، لكن كان الاهم هي شخصيه اللاعبين في التعامل مع هذا الامر، هدوء وثقه في دكه البدلاء انعكست على اللاعبين في الملعب. طبعا يعني انت بتتكلم على حد خسران من ارضه طبعا او في ارضه، فوضع طبيعي ان هو يكون عايز يعمل كده يعني، الحمد لله. لكن في النهايه انت كمان لازم يبقى عندك مفهوم ده، ان الكوره طالما فرق ماتش كبير اكيد هيبقى في فرص هنا وهنا، واكيد هيبقى في استحواذ هنا وهنا، واكيد هيبقى في قدرات هنا وهنا يعني. لكن المفهوم اللي لازم تخش بيه، المفهوم ان انت تتعامل معاه، ان انت لازم شخصيتك تكون قويه جدا. على فكره الشخصيه القويه مش في الهجوم بس، على فكره حتى في الحته الدفاعيه يعني. يعني في ناس كتير جدا بتقول لك يعني ده عمل جيم دفاعي، وضع طبيعي جدا ان انت يبقى عندك القدرات اللي تخليك تعمل جيم دفاعي، ده وضع طبيعي في الفرق الكبيره يعني. لكن كمان لازم يبقى عندك القدرات اللي تخليك يبقى كيل افضليه، ده حصل لنا يعني. البينالتي وحاله البينالتي انا ما اعرفش برده ما اتحسبتش بشكل مباشر ليه يعني، دي واضحه جدا 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 يعني، احنا شايفينها على بعد مثلا 300 400 متر يعني، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء.